يالله ان يدخلك من كبار الذنوب، كيف دخلت راسك يا رجل بشركة؟ كيف دخلت راسك يا رجل بشركة؟ يا الله اني دخيلك من كبار الذنوب، يا الله اني دخيلك من كبار الذنوب، كيف دخلت راسك يا رجل بشركة؟ هذه رمزيات وعلوم بيني وبين شبيب، والمعنى على ما قاله في بطن الشاعر. أنت شوفك تدور للبلاء والحروب، ما يرخاش منك يجي له واحد يفركه، ما يرخاش منك يجي له واحد يفركه. أنت شوفك تدور للبلاء والحروب، خلوها لا تطول لسانك وانت ما انت مغصوب، وانت مالك مع اصحاب الفعول حركه، وانت مالك مع اصحاب الفعول حركه. طيب طيب يا ابو صافي، سريت مغلوب، وانت ما انت مغصوب. انا قلت له لا تطول لسانك، الرجال تعدى يعني هو شقح، أهم لا تغلط يعني، وأنت ما أنت مغصوب ترى، ما جاك شيء يخليك تظهر تطلع الطلعة دي، ها؟ وأنت مالك مع أصحاب الفعول حركة، الناس اللي لهم أسامي ولهم معارك في الملاعب وقوة، ما أنت محسوب معهم، حالك أنت في على قد حالك. كم ليال لي اجيتك سرايت مغلوب، طيب طيب اترك الكذب عنك وبطل دربك، اترك الكذب عنك وبطل دربك. كم ليال طيب طيب خلاص يعطيك العافية. سرايت مغلوب، انا قلت لك كم ليال يا انت دحين جاحدني اني ما سويت شيء ولا اني ما اسوي شيء، لا بالله انا مارن عليك ليال إن من قديمه، ورجال الرجل لابد انه يحاول ان يكون الرد اقوى من البدء، عارف ولا لا؟ حتى لو ما صار الكلام هذا لابد انت تثبت وجودك وتدافع عن نفسك، دفاع ما هو احتقار، بس كلمه انه احتقرني اني ما سويت شيء خلاني انا اقول الكلام هذا.